You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. السلام عليكم الدراري، معكم زكريا. اليوم غتكون فيديو جديدة، مي غير قبل ما بغيت نقول السوجي ولا زعما علاش غنهضر هاد الفيديو، بغيت نرجع غير الفيديو القبل كونترنون داك لو بشي تاكتوغا اللي كنت هضرت عليه. صافي دابا باكو ما كيتخدمش، ولكن تيتخدم دون مانيير سيكوندار مع لي زيكزارسيس اللي كنخدمو بهم لو كغون بيكتورال، باسكو ما كاينينش دي زيكزارسيس اللي كتخدم بهم هذاك لو موسكل بريسيزامون. بون هادي غير بغيت نوضح حقاش هاد لافورماسيون كنت نسيت ما قلتش في الفيديو الاول وبغيت نقولها دابا. بون اليوم السوجي ديال اليوم فكرت قلت باش نخرجوا شويه من هذيك لامونوتوني ديال اننا نبقاو نهضروا غير على ونبقاو نبينوا غير لي سيونس في لاسال وداكشي، بارفوا كتولي مومي. مي باغ كونت حنا غنحاولوا بارفوا ندخلوا شي حاجه جديده باش ما يكونش داك الملل في لي فيديو، نبقاو نعاودوا نفس الحاجه. بون اليوم فكرت بزاف، قلت نهضر على شي كومبليمون. بون حليت لاكارت طلع ليا لارجينين، قلت صافي نهضر عليه. بون لارجينين، فوالا لارجينين، سي فوالا لارجينين، لو رول دو لارجينين. حنا نهضروا دابا تو دابور على c'est quoi l'arginine. L'arginine c'est un acide aminé. Voilà, parmi les 20 acides aminés li kikounou protéine diana, mennach nqadrou njibou, kayen bzaf thwayej kanakluhom dima, nqadrou njibou mennhom l'arginine. Par exemple, l'ham, l'hout, l'avoine, rose, les produits laitiers en chaqat l'halib kamla. Bon, hadchi men nqadrou njibou l'arginine. C'est quoi le rôle de l'arginine? Kayen bzaf. Mon, ndaw wahed bwahed. اول حاجه في لي بليسور هو كيعاونك تبرد دغيا، في لي بليسور كيعاونك تبرد دغيا، ميم في لا ريكوبيراسيون كيخليك داك الاستشفاء العضلي كيدير دون مانيير رابيد، كي داكشي رابيدمون. شنو ثاني كاين؟ عاوتاني كيعاون في تنشيط الدوره الدمويه، كيخلي الدم كيدور مزيان في لو كور وكيدور دغيا. شنو عاوتاني كيعاون في داك لو بون فونكسيونمون ديال لو سيستيم ايمونيتير ولا جهاز المناعه ديالنا، فوالا اللي هو مجموعة الخلايا اللي كتحمي لو كور ديالنا من بزاف لي فيروس، من بزاف الامراض. هذا من الحوايج اون بلوس دو سا كيعاون في افراز بزاف الهرمونات، وبيان سور الهرمون اللي كيفيدنا حنا بزاف الناس اللي كنترينيو هو الجي اش، لهرمون دو كرواسونس ولا هرمون النمو، هذا كيعاون في الافراز ديالو. شنو عاوتاني؟ ابارتيغ دو لارجينين لو كور كي برودوي واحد لوكسيد نيتريك اللي هو كيكبر لينا العروقه بزاف، اللي كيعاونو باش الدم كيدور دغيا وكتزاد هذيك لا كونجيسيون ولا دخ الدم في اي ميوسكل خدمناه باش كيديفلوبا رابيدمون. هادو بارمي لي شوز ولا لو رول ديال لارجينين. المهم انا عطيتكم داكشي كامل ديال لارجينين شنو كيدير في لو كور. بون غير واحد لو بوين خصني نوضحو، كاينين شي ناس انتيردي ياخذوا لارجينين وما ننصحهمش ياخذوا، سورتو الناس اللي عندهم دي بروبليم كاردياك ولا اللي فيت ليهم وقع ليهم شي مشاكل نعسو في السبيطار في كلينيك على قبل ديك كريس كاردياك. هادو لا انصح، ما خصكش تقرب ليه كاريمون، سينو الله يحفظ داكشي كيوصل شي حاجات كغار. بون هذا داكشي كامل هضرنا عليه، دابا هو لارجينين عندكم كاع لي زانفو شنو كيدير، شنو لو رول ديالو، الناس اللي ما خصهمش ياخذو. بون جيسبر هادشي يكون مزيان، يكونوا في دي زانفو اللي غيفيدو بزاف الناس. بون نخليكم دابا ونتلاقاو في الفيديو الجاي. المهم هاد لابيريود غنحاول نكون شويه بروديكتيف بويسكو عندي الكونجي، نحاول نصور بزاف فيديوهات باسكو فاش كتجي كنرجع للخدمه ما كيبقاش الوقت بزاف، كنغبر بزاف. بون غنحاولوا هاد الايامات نبروفيتاو شويه من الكونجي، خا نسافر نبقى اون ميم طون كنصور اون ميم طون كندير دي فلوغ. بون نخليكم دابا وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلاه تهلاو في راسكم.